هل زيارة القبور حلال أم حرام؟ في ذلك تفصيل. إن كان المقصود من زيارة القبور الاعتذار والابتعاد والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة فإنها مستحبة وفيها أجر عظيم، وإن كان المقصود من زيارة القبور التبرك بها والاستغاثة بالموتى وطلب الحوائج منهم فهذه محرمة وشرك أكبر يخرج من الملة، وهذا هو المتعارف عليه عند القبوريين اليوم أنهم يزورون القبور بقصد التبرك بها وطلب الحوائج وقضاء الحاجات من أهلها والاستغاثة بهم من دون الله، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. نسأل الله العافية والسلام. جزاكم الله خير.